السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي الزمالك اليوم أمام نادي غزل المحلة، مباراة في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز. لأول مرة زرنا القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب واعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعين الكرام، غزل المحلة في مواجهة الزمالك اليوم بإذن الله تعالى، اليوم السبت 16/7/2022 الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معدة الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 5:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 4:30 عصرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. قررنا كل المباراة متابعين الكرام قناة ون تايم سبورتس اتش دي 2 الثانية والمعلق مؤمن حسن. ملعب المباراة ملعب استاد غزل المحلة، الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى. توقع نتيجة المباراة في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.